السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام الأفاضل. نحييكم عبر قناتكم الرياضية في موعد كروي جديد. هذه المرة البداية ستكون بالنسبة للقاءات الجولة 29 من الدوري الوطني الاحترافي هنا من ملعب محمد العبدي من مدينة الجديدة، بتشكيلة دياشي، محمد اليوسي الحراسة، جواد خلوك رقم 35، 18 المادي قرناص، طيب وخريص رقم 33، خالد الطاري 25. بالنسبة لتشكيل فتح الرباطي اليوم، محمد الامسي في المادي، الباسل سعدية الخرصة، انس باش، يوسف ليموري، ياسر جريس، يوسف بالعمري، امين الواني، رضا الشعدي، وجان جون تاك، جوزيف كومبوس. الهجوم يتبع الكره في العمق، فرصه اولى لفريق الفتح الرباطي، محاوله فيها الخطوره خطيره والتغطيه من طرف الدفاع، يتدخل امام جوزيف كومبوس، حصيله 8 اهداف من 3 اهداف من نقطه الجزاء. هناك انديه معنيه بدرجه اولى، اتحاد طنجة عنده مباراه امام حساسيه اكادير، انتصار يخليه يضمن البقاء. تبع هذه الكره مشات السديده الجانبيه عن مرمى الحارس اليوس، رجاء بن ملال ودع المنافسه، حصيله 11 نقطه بس مباراة وحيدة، تعادل في 8، خسر 19 مقابل عديد العوامل كما قلنا، يكون مهم بالنسبة لفريق الفتح الرباطي، فريق اللي يقول بأنه طبعا الحال على مستوى التسويق استطاع يعني يشوف هذه التسديد عرضية. جول 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 رضا الشعدي، يباغي تاتي اشجي بتسديدة لا تسد ولا ترد في حدود الدقيقة 19، ويدخل من خلال الفتح الرباطي في اجواء المقابلة بهدف، ويهدف باغت دفاع وحارس مرمى فريق الدفاع الحسني الجديدي ليمنح الاسبقية والافضلية للفريق العاصمي الفتح الرباطي. هذه لم تكن في البال ولا في الحسبان بالنسبة لمحمد اليوسي والدفاع، لاحظ هنا اعطاهم مساحة. قبل اليوم يبحث عن انتصار رقم 32، هذه عرضية تغطي مجرب الدفاع، فيما في المقابل حقق الفريق الدفاع الحسني الجديد 23 انتصار في تاريخ لقاءاته امام الفريق الدكوري. خطا على المستوى اللي بعد، فرصه خطيره، تسديده. او ماذا يقول الحكم؟ يقول تسلل حكم المباراه، حكم المباراه هشام التياسي. ومن يقود هذا المقابله يا استاذ والسيدات؟ تابعونا، رفع الحكم المساعد التي تستعمل في مباريات الدوري الوطني الاحترافي كتقنية، يمكن أن تصف الفرخص الحالات التحكيمية. أنا يقول حكم تسلل، قلت الحالات الصعبة لفريق الدفاع الحسني جيل، صحيح جماهير غير راضية على الموسم. تبع هذه كرة خطيرة راسية، القائم الأيسر يرد كرة اكتسب طابع الخطورة لفريق الفتح الرباطي. الفرصة الأخيرة كانت من خلال كرة ثابتة، ويريد أن يرد بنفس السلاح فريق الدفاع الحسني الجديد. أرضية افتتاحية من الأبعاد، ثم إلى دور قنبية جون جوزيف كومبوس، هذه محاولة بين يدي الحارس، يرفع الرأي الحكم المساعد، الحكم المساعد الأول يرفع الرأي مصطفى كركاد. الاستقبال من نوفل الزرعوني، نوفل سدد. جول 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 نوفل الزرعوني على طريقة رضا الشعدي الذي سجل هدف الأول، سددها، كانت أرضية لكن هذه مباشرة تباغت مرة أخرى محمد اليوسفي. ماذا يحدث لليوسفي؟ ليس من عادته أنه الكرات بهذا الشكل تدخل مرماه، تلعب زاوية عبر من؟ عبر اللاعب فيصل البختاوي، مشات أمامية، متابعة من عناصر فريق الفتح الرباطي. لكن في هذه الوضعية نعرفوا بأنه الآن أصبح التفكير والشغل الشغل يعني عناصر الدفاع هو البحث عن تقليص الفارق. تسديده من سيمون مصوفا، اختفى في هذا الجوله الاولى وظهر في حدود الدقيقه 41 بتسديده كانت بعيده نسبيا على مرمى الحارس محمد مسيف. وقلت لكم منظومه الدفاع لا تتحرك، ليس هذا هو الدفاع الحسني الجديد. مشيت لفريق الدفاع الحسني الجديد، تسديده ارضيه، ارضيه زاحفه من سيمون مصوفا، محمد مسيف في متابعة الكرة لو كانت مرفوعة نسبيا كان بإمكانها تشكل الخطورة. أما الكرة اللي مشات من الطرف رضا الشعدي اللي كانت العلوية نسبيا كانت عالية نسبيا، ارتطمت في أرضية الملعب وبغتت محمد اليوسفي، هذه النقيض من ذلك، مشات أرضية ومثل هكذا كرة تكون نسبيا. كرة عبر الجهة اليمنى
لفريق الفتح الرباطي ضربة خطا ستلعب مقوس الرباط على الراسية متابعة من شارب من اليسري بعدها تلعب مقوسة فائدة من المتابعة في الخطورة اللي بعدت من شارب دفاع الدفاع الحسن الشديدي لسه الفريق عبر من انتظروا البلال وشوم يمر عبر الأشياء اليسرى البحث عن فيصل مشي عرتي لكن بعيد الشربية النتيجة تكمن والإيجابية تكمن فصولك للشباك هذه كرة عرضية بعيدة على سيمون مصوفا فيما قلت سيمون مصوفا ودخل ريدا الخميدي لعب رقم 7 مشات كرة أولى الفرص للتسديدة تمشي جانبية لمسي وماذا يحدث في المرايات الأخيرة تراجعت نتائج الفريق الوجدي رفقة الجنرال بن شيخة انتبهوا هذه التسديدة أرضية محاولة خطيرة دكوليا فرصة خطيرة أوه ضايع الفرصة للفريق الدكالي يريد أن يدخل في كرة تمشي اللي فادت من تبعوا المحاولة شواد خلوق لعبها ابحث هنا على المراوغة حمزة للنوري للنوري طريقة شميلة من النوري تسديدة بين يدي الحارس محمد أمسي عمل كل العمل هناك حالة ديال اللقطة هل كان هناك ركلة جزاء لفريق الدفاع الحسن الجديد هل كانت هناك إعاقة هل كان هناك مسك هل كان هناك الإعاقة للاعب الدفاع إذا هشام التياسي ماذا سيقول ركلة جزاء لفريق الدفاع الحسن الجديد بالنسبة لفريق الدفاع الحسن الجديد قرنوس 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 جول 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 الدكالي لا يريد أن يستسلم الدفاع لا يريد أن يستسلم جون تاك جوزيف كومبوس محاولة تسديدة لكن معاه حاول يلعب بشكل فني يوسف بن العمري الشوط الثاني يؤكد بانه قد يحمل فصول الاثاره مع التوالي المرعي تشوف لمسه جميله خطيره خطيره دكوليا خطيره يا حمزه النوري فعلت الصعب لكن ربما سل هو تسديد الكره بالشكل الوتر لاحظوا لاعب امكانيات جيده ودادي المميز السابق حموده بن شريف ماذا يفعل هذا اللاعب هذه فرصه خطيره للفتح الرباطي فقد التوازن مصطفى شيشان لكن جوزيف جون جاك كومبوس يعني غير اشياء كثيره المدرب امن الله دمشات كره الجهه اليسرى لحمزه الهنوري 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 العرضيه فرصه خطيره راسيه والابعاد كان من الدفاع والابعاد في التايمينغ المناسب يتمكن اظن يوسف الليموري والابعاد لاعب قد يدخل في منظومه فريق الدفاع وقد يخطف الاضواء في خط الهجوم هذه راسيه بين يدي الحارس وخطا يقول حكم المرات في انتظار ان تقدم الاضافه كره دكاليه اماميه محاوله خطيره في اول لمسه في اول لمسه الكنترول لم يكن وافق من جانب اللاعب عدمان باشكو تمشي تسديده جانبيه كانت من حمزه النوري اختار ان يسدد من خارج منطقه الجزاء الساده والسيدات وتبقى النتيجه دائما هدفين مقابل واحد الشوط الثاني ما دخلش في الاشواش الشوط الثاني كان افضل الدفاع الحسن الجديدي كره اماميه دكاليه مشى اماميه فرصه خطيره 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 ها كرة تسجيل هدف التعادل أم رضا الشعدي السرعوني أم رضا الشعدي 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 سدد لكن فوق مرمى الحارس سفيان بن رحمة مرمى السلام على مرمى فريق الدفاع الحسن الشديدي آخر فرصة لدفاع الحسن الشديدي محاولة تسديد بين يدي الحارس مزيف والفيس العاصمي يدفر بالنقاط الثلاث فيما سقوط دفاع الحسن الشديد يتوصل من خلاله النتائج السلبيه الاخيره في امل ان تكون ان يكون الختام بانتصار بالنسبه للفريق الدكالي وفي امل ان يكون الاستعداد للموسم المقبل بتحديات جديده ورهانات جديده لكل مكونات الدفاع الحسن الشديد في ملف الفتح الرباطي موسم سيكون موسم جيد بالنظر للتحولات التي عرفها فريق الفتح الرباطي شكرا لكم ايها الساده والسيدات حسن المتابعة شكرا لكل من تابع القناة الرياضية فنلقاكم إن شاء الله يوم غد في بطولة الحدائق عبر المباريات الدوري الوطني الاحترافي تحية محدثكم هذه المسؤولية في المنزل.